بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله خلصت الامتحان، والحمد لله الامتحان جه من حلقة الشرح وحلقة الامتحانات كمان اللي عملناها، وحتى حلقة ليلة الامتحان. مبروك عليكم، خلصتم. مش عايز حد يزعل حتى لو غلط، المهم تكون عملتوا اللي عليكم. تركزوا في المواد اللي جاية وتفكر فيها بس، وتعمل اللي عليك فيها، وفي النهاية اعرف ان ربنا كتب لك احسن حاجة طالما انت بتعمل اللي عليك. ما تنسوش تتابعوا حلقات ليلة الامتحان قبل المواد الدراسية اللي جاية اللي هتمتحنوها. قبل كل مادة في حلقة ليلة امتحان، فلو مش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما الفيديو ينزل معانا. طبعا شارك القناة لكل الناس علشان كل يستفيد. بالتوفيق ليكم في المواد اللي جاية. وانسى الرايقات، حب الطموح ودعم المعجزات. في درشتي من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجيات وانسى الرايقات، حب الطموح ودعم المعجزات. الامان هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك. خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطموك وتملي يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك، وما تزعل بداعي كل كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. دي جواك سوبرمان، أحلمك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تطير.